خيرت الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا عشرات مستثمري المرافق السياحية في مدينة القامشلي بين قبول الشراكة معها أو فسخ العقود التي ما تزال سارية. وقال مصدر مطلع إن بلدية الشعب في القامشلي فرضت على جميع مستثمري المطاعم والمنتزهات والمرافق السياحية في المدينة قبول الشراكة مع الإدارة الذاتية بنسبة 55% أو 60% من الأرباح أو إلغاء عقود الاستثمار. نتابع القصة التالية ونعود بعدها للنقاش. من أشهر طرق الفساد التي اشتهر بها نظام الأسد منذ عهد الأسد الأب وحتى اليوم هي فرض مشاركته جميع المستثمرين في القطاع الخاص بكل أنواع الاستثمار، فيضطر المستثمر السوري أو العربي أو الأجنبي لأن يكون شريكاً لضابط رفيع المستوى أو مسؤول حتى تتيسر أعماله. اليوم وبعد سنوات من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على شمال شرق سوريا عادت بالنموذج ذاته، فخيرت الإدارة الذاتية عشرات مستثمري المرافق السياحية في مدينة القامشلي بين قبول الشراكة معها أو فسخ العقود التي لا تزال سارية. موقع تلفزيون سوريا نشر تقريرا عن مصادر مطلعة تؤكد أن بلدية الشعب في القامشلي فرضت على جميع مستثمري المطاعم والمنتزهات والمرافق السياحية في المدينة قبول الشراكة مع الإدارة الذاتية بنسبة 55% إلى 60% من الأرباح أو إلغاء عقود الاستثمار، مضيفة أن معظم المستثمرين لديهم عقود تمدد لأعوام ولا تزال سارية وأنهم دفعوا مبالغ لحكومة النظام وأخرى لبلدية الإدارة الذاتية مقابل استثمار هذه المنشآت. المصادر أشارت إلى أن الإجراء الذي تريد فرضه بلدية الإدارة الذاتية مخالف للقوانين والعقود المبرمة بين المستثمرين والبلدية التي تؤكد بأن القرار سوف يطبق على كل المستثمرين وأن لجوء المستثمرين للقضاء لن يثنيهم عن تطبيق القرار، في حين أكد حقوقيون أنه رغم وجود محاكم تابعة للإدارة الذاتية تصفها بالمستقلة إلا أن كوادر حزب العمال الكردستاني هم الذين يملكون قرار الحسم في معظم القضايا، فيبقى مصير المستثمر السوري رهينة لرغبة قيادي ربما جاء من جبال قنديل ولا تربطه بسوريا سوى تبعيته لسلطة الأمر الواقع. نناقش هذا الموضوع مع هجار أمين صحفي من الحسكة ينضم إلينا. تحياتي لك هجار. بداية هجار، يعني ما حقيقة هذه النسب المئوية التي سمعنا بها وهذه القرارات الأخيرة؟ لو تضعنا يعني بصورة هذه القرارات وما تفاصيلها. مساء الخير بداية لكم ولجميع مشاهديكم. صراحة كما تفاجأ الشعب أيضا نحن كصحفيين وإعلاميين ومتابعين وحتى كنشطاء مدنيين تفاجأنا بهذا القرار المجحف بحق المستثمرين، وجميعنا يعلم الاستثمار يعتبر من الموضوعات الهامة المرتبطة بالقدرة التنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وكمصدر أساسي لتمويل الاستثمارات في القطاع الاقتصادية والإنتاجية وحتى الخدمية. ولكن بخصوص الأرقام التي تحدثنا عنها 55% و60%، هذا القرار حتى تحدثوا قبل قليل عن نظام الأسد، حتى نظام الأسد لم يفعلها، فكانت أبان عهده النسب كانت 40 مقابل 50 أو 60 أو مثلا 50 ب50 أو 55 ب45، ولكن أغلبية المستثمرين الموجودين حاليا في حالة يرثى لها. أنا شخصيا تواصلت مع أكثر من مستثمر هنا موجود، منهم من استثمر حديقة معينة، منهم من استثمر مطعم. الجميع يقول لنا نحن بانتظار المؤتمر الذي عقد اليوم وهو المؤتمر الأول لهيئة الاقتصاد والزراعة لشمال شرق سوريا تحت شعار الاقتصاد المجتمعي هو أساس نجاح الأمة الديمقراطية. نعم. وهذا المؤتمر بحضور ما يقارب 300 عضو وعضوة وممثلين وممثلات عن إدارة ذاتية لشمال شرق سوريا أجمعين، نسألهم ما هي الإجراءات التي ستقومون بها. الجميع في حالة كما قلت يرثى لها، يقولون احنا قمنا بوضع مبالغ مالية طائلة على هذه الاستثمارات التي قمنا بها، على سبيل المثال قمت بتجهيز وإعادة ترتيب مطعمي أو حديقتي أو كذا وكذا وكذا،
علما ان نحن سابقا دفعنا مبالغ ايضا طائله لبلديه النظام. نعم، سنتحدث عن هذا الموضوع، موضوع العقود هجار، يعني ولكن ما حجه الاداره الذاتيه؟ يعني عندما يعني تصدر قرار مثل هذا القرار، ما هي الحجه؟ ما هي الذريعه؟ الذريعه هي على الشكل التالي: في يوم الثلاثاء بتاريخ 26 تشرين الاول العام الفائت 2021 كان هناك اجتماع للاداره الذاتيه، وهذا الاجتماع كان بصدد تأسيس قوانين التجارة والشركات والاستثمار لاستقطاب المستثمرين. سلمان بارودو هو الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في شمال سوريا قالها، وأنا كنت أستمع له، قالها: نحن بصدد تأسيس قانون استثمار يتيح للمستثمرين معرفة الإجراءات المطلوبة ويضمن حقوقهم ويفصح عن واجباتهم. فقلتها آنذاك: ما يعني كيف سيتيح للمستثمرين معرفة الإجراءات المطلوبة ويضمن حقوقهم وأنتم الآن تقومون بهذا إجراء؟ يعني الأمور متناقضة، ولكن بمؤتمرهم اليوم لم يكن هناك مجال للإعلاميين أو كنشطاء مدني للمشاركة، ولكن هناك أشخاص من المجتمع المدني شاركوا وقالوا لنا: هذا القانون يهدف إلى استقطاب المغتربين وأصحاب الأموال لتحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة، طبعا كما قال بارودو. لكن للأسف الذريعة هي أن هناك مشاريع استثمارية دخلت حيز التنفيذ بعد المصادق عليها من هيئة المالية لتخصيص ميزانيتها وستنفذها بعد الشهر الثالث أي آذار المنصرم. وقالوا أيضا معظم الاستثمارات التي سيصادق عليها طبعا تصب في تأمين الاكتفاء الذاتي لأن المنطقة غنية بالمواد الأولية. فهنا ما هذه الذريعة التي يقولون بأن هناك تفاؤلا كبيرا لاستقطاب المستثمرين؟ هل يعني أقولها وبكل صراحة، ما هكذا يا سلمان بارودو تولد الإبل؟ يعني للأسف طبعا للأسف طيب هجار، يعني هل هذه القرارات استهدفت فقط المستثمرين في قطاعات السياحة و يعني هي السياحة فقط على ما أعتقد، يعني أم امتدت إلى قطاعات أخرى في الاستثمار بعمومه يعني بشكله العام؟ للأسف 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 الإدارة الذاتية منذ سنوات تحتكر تجارة وتحتكر الاستيراد والتصدير وحتى موضوع الاستثمارات، على سبيل المثال مادة السكر، السماد الزراعي، مواد البناء من إسمنت وحديد إلى جانب الألواح الحديدية التي تسمى بموضوع الفوم أو الساندويش بانيل، أيضا الغرف المصبغة الصنع، يعني تحتكر أمور كثيرة. وللأسف نحن نعلم جميعا بأن الاستثمار من الموضوعات الهامة المرتبطة بالقدرة التنافسية، يعني للأسف. ونعلم جميعا الاستثمارات دور كبير في تقليص نسبة البطالة والفقر في المجتمع، ولكن بهذه الحالة تمام جميع المستثمرين المحليين قالوها لي وبكل صراحة. إذا 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 قمنا بمراجعة المحاكم، قال أحد الأشخاص له وهو رئيس مشترك لبلدية معينة، قال: حتى إذا راجعت المحكمة الفلانية فلن يستطيعوا كما يقال استئناف تلك القضية، أو حتى موضوع أن تكون المحكمة في صالحك، المحكمة ستكون في صالحنا. هناك عفو خيالي. يعني أنا كنت سأسألك عن هذا السؤال لاحقا هجار، بأنه يعني هناك مستثمرون يعني تحدثوا إلى تلفزيون سوريا، ويعني أيضا هناك من كتب أيضا على مواقع التواصل بأنهم سيلجؤون إلى المحاكم، وتحديدا يعني المحاكم الإدارة الذاتية التي يعني يسميها أعضاء الإدارة الذاتية بأنها محاكم مستقلة، فيما يشكك كثيرون بأنها محاكم يا أخي تأتمر ربما بمسلحي حزب العمال الكردستاني أو التجلي السوري له، يعني حزب بي واي دي. إلى أي حد هذا؟ أستاذي الكريم، للأسف المحاكم اسمها محاكم الشعب، ولكن هي لا تخدم الشعب للأسف طبعا. ولكن يعني على سبيل المثال، عندما يقول مسؤول في الإدارة الذاتية وهو رئيس مشترك لبلدية معينة ويقول: عند ذهابكم إلى المحكمة الفلانية، هذه المحكمة لن تقف في صالحك أنت كمستثمر، ستقف في صالحي أنا كبلدية. أنا اليوم أقولها لك هنا، أنت أمام خيارين: يا أما القبول بهذا القرار وهذا القانون عفوا وتطبيقه وبالنسبة التي نحن نريد، التي وهي موضوع 55 أو 60%، أو موضوع فسخ العقد. وكما قلت قبل قليل، جميع المستثمرين هنا اليوم نحن على أبواب فصل الربيع وفصل الصيف، فجميع المستثمرين هنا قاموا بتجهيز محلاتهم، مطاعمهم، منتزهاتهم، حدائقهم، حتى أمور معينة
أعتذر لهذا القوة، لكن هذه هي بداية. القامشلي ستكون البداية. إذا بات هذا القرار وطبق تمام، سيتم تطبيقه في الحسكة وجميع مناطق شمال وشرق سوريا. ولكن إن لم يطبق مثل قرار 119 الذي هو موضوع رفع مادة المازوت أو المحروقات بشكل عام، الإدارة الذاتية ماذا تريد؟ الإدارة الذاتية تقوم بخلق المشاكل. هو حقيقة ماذا تريد الإدارة الذاتية من هذا القرار؟ تماما كما قلت عزيزي، يعني الموضوع ماذا تريد الإدارة الذاتية. نحن اليوم عندما أسمع سلمان بارودو وهو يقول نحن بصدد تأسيس قانون يعني استثمار يتيح للمستثمرين معرفة الإجراءات وكذا وكذا وتحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة كما يقول بارودو، ولكن للأسف هذه القرارات متناقضة للأمور التي تحصل على أرض الواقع. طيب الأرض الواقع هجار، بغض النظر يعني عن كيف يطبق القانون على أرض الواقع، ولكن قانونيا عندما يتم إصدار قرارات من قبل الحكومات أو من قبل أي سلطات في العالم، يعني يتم تنفيذها في الدورات اللاحقة، يعني عند انتهاء العقد وتجديد عقد آخر يتم تطبيق هذه القرارات. هل هنا حالة مماثلة أم أن القرار هو يعني يطبق مباشرة؟ لأنه مثلا يعني هناك أحد المستثمرين يقول بأنه دفع $10,000 لإصلاح مطعمه ويعني تظبيط الأشياء وصيانة وتطوير، ويعني لأنه الوارد ضعيف بسبب ضعف القدرة الشرائية للناس. يعني الآن ماذا يفعل هذا المستثمر؟ ما هي الخيارات أمامه؟ للأسف وأقولها وبكل شفافية، هناك أشخاص متنفذين في الإدارة الذاتية وهم ذو نفوذ، يملكون قرار الفصل في معظم القضايا، وكثيرا ما أصدرت هذه المحاكم قرارات منافية للقوانين العاملة بها. هناك قانون، على سبيل المثال طبق، ولكن كما يقال هناك خيار وفقوس على ناس وناس. ولكن أعلم جيدا أن معظم المطاعم والمنتزهات والحدائق هي موضوع استثمار، وأدبان حكم النظام السوري لم يكن هناك كما قلت أنت قبل قليل، ينتهي العقد وبعد العقد كان هناك تغيرات في هذا العقد. هنا في مناطقنا للأسف لا يوجد هذا الموضوع. طيب بحسب ما تعرف هجار سريعا، يعني هل سيطبق القرار مباشرة أم سيتم الانتظار لانتهاء تلك العقود الحالية؟ لن ينتظروا انتهاء العقود الحالية. كما قال لي صاحب مطعم اليوم، أنا تواصلت معه، قال لي لن ينتظرونا حتى ينتهي العقد الفلاني. نحن أمام خيارين فقط لا غير، أما بقبول العقد الفلاني أو فسخ العقد القديم لا غير. طيب ألا يوجد شروط جزائية على عمليات فسخ العقد؟ يعني كل العقود يكون فيها شرط جزائي على الطرف الذي يريد أن يفسخ؟ هناك شروط جزائية في عقود عندما يكون هذا العقد يعني له قدره وقيمته، وأيضا يطبق كما يقولون. ولكن لدينا هنا قرارات يعني تصدر في اليوم الفلاني. كيف يعني له قدره وقيمته أجار؟ يعني تلك العقود يعني موقعة مع سلطات، مع حكومة عمليا، يعني بين قوسين، يعني هي تماما عقود موقعة، ولكن بين لحظة والثانية يتم وضعه في الرف على سبيل المثال، ويقولون لك هناك قوانين جديدة يجب العمل بها فورا. طيب كل الشكر لك. نحن للأسف فهمنا مبدأ السرعة بمفاهيمها المغالطة للأسف. يعني في منطقتي أنا تمام، يعني أنا كنت أقول هاجر بأنه يعني الإدارة الذاتية تقدم نفسها على أنها حكومة، وبالتالي يجب أن يكون التعامل هو تعامل كأنها دولة أو حكومة، وبالتالي احترام المواثيق واحترام العقود واحترام الشروط التي ترد في تلك العقود. ولكن يبدو على أن على أرض الواقع يعني يحدث أمر آخر، يعني مثل مناطق أو تجارب نعرفها نحن كسوريين جيدا منذ عقود في سوريا. شكرا لك هجار أمين الصحفي، كنت معي من الحسكة. جزيل الشكر لك.